يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تفسير فتح القدير وكذلك تفسير أيسر التفاسير، أيهما أحسن لطالب العلم للمراجعة؟ تفسير فتح القدير هذا شامل، فيه اللغة وفيه الفقه وفيه التفسير، هو شامل، إلا أن فيه بعض النقولات عن الأشاعرة والمعتزلة لم يعلق عليها رحمه الله، وإلا هو حافل بفنون، حافل بفنون التفسير، لولا هذه الملاحظة، وهو أنه ينقل الأسماء والصفات كلاما للمعتزلة، ولا لأنه الغالب أنه ينقل من الرازي، فهو ينقل التأويلات ولا يعقد عليه، أو ينقل من الزمخشري، الزمخشري معتزل، والرازي أيضا أشعري، فهو ينقل عن المؤولة الصفات ولا يعقد، هذا هو الملاحظة، وإلا فهو كتاب حافل. أما أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري فهو طيب، لكنه تفسير توجيهي فقط، توجيهي فقط، بمعنى يأتي بمعنى الآية بأسلوب خاص، ولكنه ليس تحليلا للألفاظ، بيانا للأحكام، ليس فيه شيء من ذلك.